ناطر يعني علشان نتكلم بموضوع وايد مهم. لحظة ما بيها كذي، أنا أبيها تي مرة ثانية عشان يكون الموضوع أوضح. إذا أنتوا جاهزين؟ أنا جاهز، لأن اليوم إحنا قاعد نقول إذا كل الناس يسمعونك شنو تبي تقول، صح؟ فعلشان أبلشها عدل أبي أقول اهتم، حب، عط من قلبك إذا كنت صج تبي تعطي، انتبه لأدق التفاصيل، ما فيها شيء لو أن أنت كنت من الناس اللي ودهم يعبرون عن اللي بقلبهم ويقدرون يعبرون، ما فيها شيء إذا أنت كنت من الناس اللي ما يخلون كلمة في قلبهم إلا لما تنقال. الحب أخذ وعطى، الحب لازم مثل ما أنا قاعد أستثمر في وقتي معاك أنت تستثمر في هذا الوقت معي. إذا كل الناس قاعدة تسمعني أبي أقول ترى ما فيها شيء غلط لما تعبر عن إحساسك، ما فيها شيء غلط لما تتكلم، ما هو عيب ولا هو حرام، وهو إحساس موجود بقلبك لأنك إنسان ولأني إنسان. نتفاهم ونلتقي بالعواطف، نتفاهم ونلتقي بالمشاعر. لا تشعر بالخجل إذا كان بخاطرك أنك تقول مشتاق، قول مشتاق. لا تشعر بالخجل إذا كان بخاطرك تقول أحبك، لا أقول أحبك عادي. عبر عن اللي بقلبك لا تكتمه، ما حد راح يقولك إيش قاعد تسوي وإيش قاعد تقول. ترى كلنا في هالزمن عايشين، والكلمة الحلوة ما راح أعتبر لها أي باب وأي طاري للزعل ولا للخيانة ولا للألم. ودي أعرف إذا أنت تحبني ولا متعود علي، ودي أعرف إذا أنا أعمق من هذا وهذا. أنا ودي من بعض الناس اللي موجودين في حياتي إنهم يهتمون في أبسط تفاصيلي مثل ما أنا أهتم في أبسط تفاصيلهم. ودي يسألون عني إذا غبت، يمكن أتغلى مثل ما أنا قاعد أفقدهم إذا غابوا. ودي أن يعطوني هذا الكم الكبير من الاهتمام. يا جماعة كلنا عطشانين اهتمام، اسقونا، كلنا نبي أحد يهتم فينا، عطنا. شنو الغلط؟ ممكن أسألك سؤال، هل راح تخسر شيء إذا اهتميت فيني حبتين زيادة؟ هل راح تخسر شيء إذا عبرت عن اللي فيك بدون لا تستحي؟ إذا خايف من الصد يبا والله ما راح أصد، وإذا خايف من الجرح يبا والله ما راح أجرح. ترى الحب بستان، بستان كبير وايد، والاهتمام هو الماي اللي يسقي الزرع اللي فيه. ما راح نشوفه أخضر، ما راح نشوفه حلو إذا ما شفنا هذا الاهتمام. راح نشوفه حالك، راح نشوفه صحراوي، راح نشوفه أصفر. امليني، امليني باهتمامك، غرقني يا أخي، أبي أحس بهذا الإحساس. ولا تتكلم، كلنا نقدر نتكلم، كلنا نقدر نكون بياعين كلام. يا أخي افعل، افعل مثل ما أنا قاعد أفعل. مو يقولون عامل الناس كما تريد أن يعاملوك؟ أنا قاعد أعاملك مثل ما أبيك تعاملني. عاملني بالمثل، عاملني مثل ما أحبك، عطني مثل ما قاعد أعطيك. ليش دائما تحسسونا أن الخسارة في حياتكم شيء بسيط وعادي؟ وليش دائما تحسسونا بأن غيابنا ووجودنا عادي وحالة حال واحد؟ يا بعد عمري، يا روحي، يا قلبي، اسمعني، وهذه فرصتي أني أتكلم قدام كل الناس. دام أني أنا لك حافظ علي، لا روح بعيد ولا تيجي تلومني إذا تغيرت عليك. أنا كنت مثل ما أنا معك، وأهمالك غيرني، واللي سويته فيني غيرني. ما طلبت أشياء صعبة، طلبت أشياء جدا بسيطة. ما قلت لك غوص وتعمق، ما قلت لك سوى أشياء يعجز عليها، ما قلت لك حقق لي ثامن المستحيلات لو كانوا سبعة وطلع لي من العجائب 20 وهم قليلين. ما قلت لك كذي، طلبت أشياء بسيطة. أبيك تكون دواء لجروحي إذا كنت مجروح، أبيك تكون سند لظهري إذا كنت مكسور، وأبيك تكون اللي صدق تحبني إذا كنت محتاج حب. وما أبي فوق هذا كله إلا كلمة واحدة بس، اهتمام. إن لقيت فيك الاهتمام فأنت راح تلقاني كل حوالينك ولك، وإن لقيت فيك هذه المحبة فراح تلقاني كل حب من راسي لريولي لك. إذا كانت هذه الأشياء بسيطة فأتمنى بأن كل من قاعد يسمعني يطبق أبسط الأشياء هذه على الناس اللي يحبهم ويهتم فيهم ويسمعهم ويعطيهم. لا تخليهم يروحون بعاد عنك بس لأن أنت ما اهتميت. يا أخي الشغل ما يروح ولا يخلص بس قربهم يروح ويخلص. يا أخي لا تخليهم يتغيرون وانت بيدك انك تخليهم يدومون. هم حولك، هم وياك. لا توصلنا حق مرحلة نندم فيها على الأشياء اللي كنا قاعد نقول نبيها. تدري مصاخة الموضوع لما أقول لك اهتم فيني، مصاخة الموضوع لما أقول لك يا أخي ليش ما تدق علي، ليش ما تسأل ويني. أبي هذا الشيء من قلبك، أبي أحس أن أنت تعني، أبي أحس أنه طالع من وراء حبك. لا تحبني أداء واجب، حبني أداء إحساس. لا تحبني لأن أنت مفروض، حبني لأن بالفطرة.
إذا كانت هذه الأشياء صعبة عليك فأنا أعذرني، هذه بالنسبة لي أشياء جدا بسيطة أطبقها معاك بدون لا تطلبها، وإذا ما قدرت تسويها معاي فأنا اليوم قدام الكل والناس قاعدة تسمع بقول